بلغ عدد الملقحين 15126 اليوم السبت الرابع من سبتمبر حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور محمد رويس. لبنا أخرى في التلقيح في القيروان اليوم لقحنا 15258 منهم 15154 كرابيل للجرعة بتاع 8 عود و104 تلقيح جديد من الوسط التربوي، هذوما كانوا موزعين على 14 مركز تلقيح. وبخصوص غلق كل المراكز على الساعة 3 مساء، أكد الدكتور محمد رويس أن قرار غلق مراكز التلقيح هو قرار وطني، لأن عملية التلقيح ستعمم على مراكز الصحة الأساسية. بالنسبة للقرار بتاع مبدأ العشية هو قرار وطني، علاش؟ لأنه أولا عملية التلقيح ستعمم في مراكز الصحة الأساسية، قرار السيادي بتاع تلقيح كل الناس نصف النهار يتقدم يجي بطاقة تعريف ويلقح، دونك فضاء التلقيح موجودة بكثافة، وإحنا الناس اليوم ما لقحوش فمش لقحوا لهم إن شاء الله في المراكز الصحة الأساسية بتاعنا في المراكز بتاعنا، وهذا ما يمثلش عائق بالنسبة لهم. دونك إحنا على كل حال وصلنا في بعض المراكز حتى الأربعة والأربعة ونصف، ما ثماش تقريبا مراكز ناس جات وما تمتعتش بالتلقيح، اللهم إلا بعد ما أغلق المركز نهائيا، وهذه في إطار تعليمات متاع السلطة الأشراف. إحنا توا قاعدين نقيموا في العملية التلقيح هذه مع السيد وزير الصحة وباقي الإدارات المركزية، قاعدين نشوفوا شنو هي أهم الإشكاليات اللي صارت وكيفية تلافيها.